التمثيل طبعا هو جزء لا يتجزأ من حياتي الفنية، وطبعا بما أني درست تمثيل وإخراج مسرحي فأنا أهتم جدا في النص، والنص اللي وصلني بسيلفي وبي واي فاي طبعا مع أستاذ ناصر القصبي ومع أستاذ أسعد الزهراني. طبعا أنه فكرة أني أنا بعيش مع ممثل وممثل محترف وحائز على جوائز دولية اللي هو يعقوب الفرحان، فهذا وجوده بحياتي طبعا يشجعني جدا ويخليني أتحمس أكثر للتمثيل. كذلك أكدت ليلى اسكندر عن نجاح أغنيتها العراقية صقارة، وعبرت أنه ما صورتها فيديو كليب لأن تريد تنطي فرصة لأغانيها الأخرى بالألوان المختلفة، وأكدت أنه المشاريع القادمة لها حتكون بالغناء مشاريع مختلفة الألوان وحيكون اختيارها مميز. لا صقارة كسرت الأرض يعني مثل ما بيقولوا، فحسيت أنه في احتمال أعطي فرصة تانية لأغنية. نكون موجودين بلبنان، عندي تصوير ببيروت الأسبوع الجاي وإن شاء الله رح كون بشتغل على أغنية جديدة. اختيارات في الأغاني طبعاً هي اختيارات حدسية ونابعة من حدسي أنا، ما بعرف هالمرة إذا رح تكون خير. المتتابعين برنامج فوكس، أنا بحبكن قد السماء، تحية لك محمد وتحية لقناة سامراء ولكل أهل العراق.